وجرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى فضله الله ورعاه وأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. تم خلال الاتصال الهاتفي تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم، على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.